في الميديا وقناة النادي الأهلي. أهلا بك يا شيماء وأهلا بجمهور الأهلي في كل مكان. أهلا بك. طبعا أكيد هنتكلم النهاردة في حاجات كتير جدا بتخص النادي الأهلي، لكن خلينا في الأول نقف عند تدريب الأهلي الصباحي النهاردة اللي كان متواجد فيه الساحر جوزيه هو وكابتن محمود الخطيب. قد إيه طبعا تواجد الثنائي ده، الثنائي الأسطورتين جوه التدريب، كان مهم أكيد للفريق وأكيد كان حافز أو دفع معنوية كبيرة جدا للفريق. أكيد مهما تكلمنا عن جوانب فنية دايما، لكن الجانب المعنوي مهم جدا في أي فريق، خصوصا الفرق الكبيرة اللي بتلعب على بطولات كبيرة وعلى طموحات كبيرة. الأهلي طبعا في موقف، يعني مش هنقول صعب جدا، لكنه موقف صعب لأنه مطالب بالفوز في مباراة مهمة جدا عشان يكمل مشواره في البطولة اللي بيعتبرها جمهور الأهلي هي الأهم دايما، وهي بطولة أفريقيا. تواجد كابتن محمود الخطيب وتواجد مانويل جوزيه كان دعم مهم جدا، واللقطة الطريفة اللي حصلت ما بين جوزيه ولاسارتي، وانه بقى يعني يتمسح في جوزيه وكأنه يعني بيتبرك بيه، يعني طبعا بمعنى لطيف مش بمعنى يعني يؤخذ بشكل مش كويس، يعني كانت لمسة لطيفة جدا وكوميدية في الفريق. واعتقد ان لاسارتي قدم بداية كويسة مع الأهلي ومع الفريق سواء فنيا أو حتى على الصعيد المعنوي مع اللاعبين وعلاقته باللاعبين وعلاقته بالنادي، وقدم نفسه كمدرب مبشر جدا للجمهور النادي الأهلي. فأنا أعتقد كمان على الصعيد الفني بقى، لو هنتكلم مجموعة من اللاعبين المصابين ابتدوا يرجعوا للتدريبات، محمد الشناوي ابتدى التأهيل، وليد سليمان خط مرحلة كويسة، فأعتقد الجوانب كلها إن شاء الله بتدعو للتفاؤل قبل مباراة مهمة جدا يعني. أكيد طبعا، وده أكيد طبعا وجود كابتن محمود الخطيب النهاردة في التدريب ده بيدل أكيد على أهمية وعلى يعني المباراة القادمة دي مباراة مصيرية بالنسبة للنادي الأهلي يوم السبت اللي جاي قدام شباب الثورة الجزائري. أكيد الفوز فيها لا يعني بص لا بديل عن الفوز. صحيح. يعني مش عايزين نخش بقى في حزبة بيرما ونتعادل ومش عارفة نستنى إيه اللي يحصل والكونغو، هي مفيش حزبة بيرما، هو الأهلي لازم يفوز. حط نفسه في موقف صعب، مباراتين سيمبا وفيتا كلاب للأسف، مجرد للأسف التعادل صحيح. كان هيسهل الأمور أكيد. لكن أعتقد إن شاء الله زي ما بيقول كده بالبلدي ملحوقة، يعني الخصم الأهلي أفضل منه فنيا بوضوح، لكن المشكلة يمكن هتبقى أنك بتلعب فريق الفرق العربية، ما بحبش أتكلم في نقطة الجانب النفسي وتضييع الوقت وما شابه، لكنهم فرق أكثر تنظيما من الفرق أفريقيا السمراء، ما عندهمش السذاجة شوية اللي بتلعب بيها بعض فرق أفريقيا السمراء، فهم بيلعبوا منظمين جدا، عارفين عايزين إيه من الماتش، متعبين لأي خصم محتاج ضروري إنه يكسبهم، لكن اعتقد ان شاء الله ان الاهلي يقدر يعني يحسم الموضوع مبكرا، يقدر يسجل هدف مبكر، ده هيسهل المهمه جدا وان شاء الله يكون طريقه للفوز والعبور لدور الثمانيه. خلينا نتكلم على مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي اللي طبعا تولى المسؤوليه بعد ما كارتيرون رحل عن النادي الاهلي في طبعا ظروف صعبه جدا كان بيمر بها النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا، ما كانتش ابدا الظروف المناسبه، لكن موضوع اختلف، يعني ممكن نقول ان الملامح الخاصه بمارتين لاسارتي ابتدت تبان على الفريق جدا وبدري جدا، وده الشيء المبشر. مش سهل ابدا مهما امتلكت كمدير فني من لاعبين مميزين انك تقدم بصمه واضحه في وقت قياسي، يعني لاسارتي جه في الساعات الاخيره من سنه 2018 في نهايه شهر ديسمبر، وابتدى شغله مع بدايه يناير في مرحله مهمه جدا في البطوله الافريقيه، وفي مرحله صعبه جدا في الدوري، لانه كان متاخر عن الزمالك بفرق نقط مش قليل، وكان مطالب ان هو يقدم سلسله انتصارات كبيره جدا، وكمان ابتدى الموضوع بنتيجه سلبيه يمكن كانت ممكن تهد مدرب معنويا او تاثر فيه في أول معنويا مباراة. طبعا في اول مباراه للأسف. لكنه قدم يعني كومباك رائع جدا وضغط على المنافس اللي هو نادي الزمالك في الدوري بشكل كبير جدا، وفي بطوله افريقيا طبعا كان في بعض النتائج السلبيه، لكن الفريق على ارضه قدم نتائج مميزه جدا واكتسح سيمبا واكتسح فيدا كلاب، فاعتقد حتى بره مع شبيبه الثوره نتيجة إيجابية، يعني التعادل الإيجابي ما كانش حاجة وحشة، فحتى البصمة يعني شفنا النهاردة أسلوب واضح للمدرب، الأهداف اللي بيجيبها الأهلي معظمها أهداف جميلة من التمريرات القصيرة وتفاهم كبير جدا بين عناصر الخط الهجوم، رغم إن ما فيش ثبات في التشكيل، ودي نقطة مهمة جدا إنك تفرض فلسفة واضحة وإنك تقدم بصمة واضحة وإنت ما فيش عندك يعني بتعتمد على روتيشن بشكل كبير، بتقعد جيرالدو شوية، بتدخل رمضان، بتدخل حسين الشحات، بتغير في الخط الهجومي، كان عندك عناصر غايبة ورجعت، فأنا أعتقد إن ده كان شيء مبشر جدا على الصعيد الفني، وان شاء الله مع الوقت التوليفه هتبقى عظيمه جدا. يعني مانويل جوزيه النهارده جه تدريب النادي الاهلي كانه بيفكرهم، يعني فاكرين بقى زمان في موسم من المواسم لما كان الفرق بين الاهلي وبين الزمالك قد ايه وقدرنا ناخد الدوري المصري وزي ما وعدتكم اتحصل؟ توقيت الزياره، لان كمان دي مفارقه طريفه جدا، ان في سنه 2001 في اول ولايه لجوزيه مع الاهلي في بطوله افريقيا كان الاهلي بيلعب مباراه قدام برضه منافس جزائري ومحتاج فيها الفوز في دور المجموعات وتخطاها بصعوبه شديده جدا وكمل طريقه نحو اللقب، رغم انه كان في ظروف صعبه جدا وفي مرحله
نقله من جيل لجيل، ظروف متشابهه جدا جدا. فاعتقد ان توقيت الزياره ذكي جدا، ان انتم دايما المواقف دي معتادين عليها، عملناها مع بعض وهنعملها تاني نتخطى الماتش، والعقبه دي ان شاء الله تبقى هي الطريق للقب جديد مفتقد طبعا افريقيا للاهلي. صحيح. عايز اسالك ازاي شفت الاداره الفنيه للنادي الاهلي تعاملت مع الاصابات الكتير جدا اللي لحقت بالفريق في الفترات اللي فاتت؟ يعني يمكن احنا جات لنا فتره ما كانش فيه تدريب، ما كانش فيه ماتش، ما كانش فيه حتى ماتش ودي، لازم ننزل نطلع خسرانين لاعب او اثنين. صحيح. دي من اهم العوامل اللي تقدر تقيمي بيها المدير الفني. ثلاث اربع حاجات. الحاجه الاولى انك ازاي تتعامل مع فقدان عناصر مهمه في الفريق. الحاجه الثانيه ازاي بعض اللاعبين تطوروا معاك، يعني شفنا مع لاسارتي كريم نيدفيد بقى لاعب ثاني، بقى لاعب ثاني غير اللي جمهور الاهلي يعرف. محمد هاني تطور بشكل كبير جدا. هو قدر، عمرو السوليه طبعا بقى واحد من اهم نجوم الاهلي في الفتره دي. لاسارتي قدر ان هو يخرج جانب مهم جدا ربما اللاعب نفسه ما كانش مكتشفه في نفسه. عوض بالنقص اللي حصل في الفريق، وكمان ادى لنفسه خيارات كبيره اكبر بشكل، يعني شفنا خط الوسط بعد ما كان ازمه كبيره جدا لما يغيب لاعب واحد كان الاهلي يبقى في ورطه، لا النهارده بتقدر تعوض لاعب بلاعب، عندك اكتر من خيار. محمد محمود اتصاب بسرعه جدا، السليه غاب ورجع، حتى الصفقات الجديده يعني بتكلم حمدي فتحي كان لاعب مهم جدا جدا ومنتظر ان هو يسد فراغ مهم جدا في الاهلي، اتصاب اكتر من مره. فانا اعتقد دي من الحاجات اللي اتعامل معاها لاسارتي بذكاء شديد جدا، ان هو قدر ان هو من ناحيه يعمل توليفه كامله، مش 11 لاعب بس، بتتكلم مع قائمه كامله. صحيح. اي لاعب يقدر يلعب في اي وقت، والناحيه الثانيه ان هو طور جوانب مهمه في اكتر من لاعب، اعتقد ده ذكاء كبير جدا. طيب خليني اسالك عن رجوع محمد نجيب وحسام عاشور وصلاح محسن للتدريبات، ومدى استفادة النادي الاهلي من عوده المصابين دول، وطبعا الاستعداد للمباراه الافريقيه القادمه، مباراه شباب الثوره الجزائري يوم السبت اللي جاي، بالاضافه طبعا بقى للجاهزيه الفنيه والبدنيه لاحمد فتحي. احمد فتحي طبعا دوره مهم جدا من ناحيه كخبره، وعارفين بطوله افريقيا عناصر الخبره فيها بتلعب دور مهم جدا، ويمكن ده اللي افتقده الاهلي في النسخه اللي فاتت. اعتقد الترجي كسب الفاينل في الاياب تحديدا بالخبره، بعض لاعبي التشكيله الاساسيه للاهلي وقتها كانوا بيفتقدوا الخبره المهام الصعبه في افريقيا. صحيح. في الماتش ده، وطبعا فنيا احمد فتحي دوره مهم، هو لعيب جوكر. يمكن محمد هاني دلوقتي في مركز الباك اليمين مالي مكانه، فنقدر نستفيد باحمد فتحي في الارتكاز، خصوصا مع اصابه حمدي ومع اصابه ومع حسام عاشور غايب بقاله فتره، ورجوعه ربما ما يكونش بالجاهزيه الكامله. فاعتقد ان وجود احمد فتحي مهم جدا جدا في اي وقت صعب، وخصوصا في ماتش زي ده محتاج فيه خيارات مهمه، لانك ما فيش بديل عن الفوز زي ما قلنا يعني. صحيح. طيب دلوقتي احنا قدامنا هو النهارده تواجد مارتين لاسارتي اهو. مارتين لاسارتي هو بيقول لجوزيه بركاتك. يعني ده مشهد لطيف جدا، وبيوضح يعني يدي كمان رساله للاعبين ان في ثقه، يعني المدير الفني لما يهزر ولما يضحك ولما يلعب بالشكل ده بيقول للعيبه ان احنا واثقين. مش المطلوب ابدا ان الجو يكون مشحون بالتوتر، يمكن احنا مركزين لكن يعني مش متوترين، لان كلنا ثقه في نفسنا. صحيح. وان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه ان هم يقدروا يجتازوا مباراه شباب الثوره الجزائري اليوم السبت القادم، ونصعد من خلال شباب الثوره للدور التالي كاول مجموعه. طيب طبعا احنا عندنا في النادي الاهلي دلوقتي في مشوارنا بقى في الدوري المصري الممتاز، عندنا دلوقتي الفرق ما بين المتصدر والنادي الاهلي 4 نقاط. هي نقطه، والزمالك اتاجل له ماتش المقاولين، فهي نظريا ربما تكون 4 نقاط. ربما تكون 4 نقاط، هو زي ما انت قلتي ده لحد نقول على اعلى تقدير او اقصى تقدير. طبعا ده فارق كويس جدا بالنظر للفتره اللي فاتت. اللي فاتت كلمة فتره كان ممكن الفارق فيها يوصل ل 10 نقط مثلا. حقيقي. مع اي تعثر ده ضغط كبير جدا على الزمالك، انك انت بتتعثر، تعادل مع بيراميدز وتعادل مع الجيش والاهلي، ده اللي كنا بنتكلم عنه. ان الزمالك هيتعثر، مش بس الزمالك، اي فريق، مفيش فريق في العالم بيكسب دايما، لكن مهمتك الصعبه ان انت ما تقعش. مش سهل جدا مهما بتلاعب، حتى لو بتلاعب منافسين انت افضل منهم فنيا، مش سهل انك تكسب 5 و6 و7 مباريات متتاليه. صحيح. ده الرهان اللي كسبه لاسارتي، وده الرهان اللي كسبه لعيبه الاهلي، ان هم لعبوا بهدوء، ان هم ركزوا وامنوا بحظوظهم، الثقه وشخصيه الفريق البطل. في اي موقف زي ده في فرق بتتهز نفسيا طبعًا، حتى لو انت فنيا كويس. صحيح. لكن ثقتك في نفسك، وان انا هعوض الستة وهعوض الثمانية، وحتى لو فارق اكبر من كده، وزي ما انت قلت النماذج التاريخيه اللي قبل كده ده مهم جدا. دي قيمه. صحيح. الفريق اللي له تاريخ. صحيح. قيمه الفريق اللي له شخصيه البطل، انه عنده
نماذج قبل كده بتدي له ثقه، فاعتقد ان ده كان مهم جدا. كمان عندك مواجهتين مباشرتين مع الفريق المنافس، واعتقد دول هم هيكونوا حجر الاساس في اللقب. عندك النهارده مواجهتين بست نقط، هتلعب مع الزمالك رايح جاي، في كمان مواجهات صعبه، الاهلي هيلعب مع بيراميدز، الزمالك هيلعب مع الاسماعيلي. اعتقد الفتره الجايه من 30 مارس لغايه نهايه ابريل هتكون فتره حاسمه في الدوري. طبعا لسه هنشوف المشوار الافريقي، طبعا هيلعب دور مهم جدا. صحيح. المباريات الضغط الافريقي برضه هيكون له دور، لكن لو اتكلمنا على الجانب المحلي اعتقد ال 20 يوم من 30 مارس لغايه 22 ابريل هيكونوا حاسمين في مشوار الفريقين في الدوري. ويمكن المباريات الحاسمه هي المواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك. بالتاكيد مواجهه بست نقط، انت النهارده بتكسب وبتستنى منافسك يتعثر، انت منافسك قدامك. لكن لو افترضنا على اقصى تقدير ان الفريقين هيفضلوا ماشيين بنفس النتائج الايجابيه في المباريات القادمه، بحرزهم لثلاث نقاط من كل مباراه سواء الاهلي او الزمالك، ففي الاخر اللي هيحسم الدوري او لقب الدوري هي المواجهات المباشره ما بين الاهلي والزمالك. اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا باذن الله في المباريات القادمه، يمكن اولهم هتكون يوم 30 مارس القادم. طيب كمان لو هنتكلم بقى عن اللعيبه اللي تمت عارضها من النادي الاهلي لانديه الدوري المصري ممتاز في الانتقالات اللي فاتت دي، شفت مين فيهم بان ويعني ابرز موهبته وابرز امكانياته في الفتره اللي فاتت؟ لا، هو الموضوع للامانه مبشر جدا جدا، واحتياطي يعني احتياطي مستقبلي للنادي الاهلي حمدي واكرم واحمد ياسرين في الجونه، يعني بتكلم فرقه الجونه، حتى الحارس عمر مصاب طبعا ربنا يشفيه ان شاء الله. بتتكلم ان فرقه بتنافس في الدوري الممتاز وبتنافس على مركز جيد جدا في الدوري الممتاز، نص تشكيلتها تقريبا من لاعبي الاهلي الشباب، فده شيء مبشر جدا جدا. اعتقد ان ده هيوفر لك جانب مهم جدا في فترات الانتقالات الجايه، ان الاهلي احنا عارفين عمل فتره انتقالات قويه جدا، لكن بحكم انك فريق كبير مش هتتوقف عن ابرام الصفقات القويه. انت النهارده بتوفر خلاص، اللاعب واللعيبه موهوب ما فيش شك في ده، لكنه محتاج الخبره، محتاج الثقه، محتاج يبان، محتاج ينور، بتوديه فريق تاني في الدوري الممتاز خلاص، مجرد ان هو اثبت نفسه بقى لاعب تقيل كانه صفقه جديده جاي لك. فانا اعتقد ان اللاعبين المعارين اللي خرجوا من الاهلي الشباب كان يعني من اهم مكاسب الاهلي في الفتره دي. طيب لو هنتكلم عن الناشئين النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي في فريقه 11 لاعب من ابنائه، طبعا بالاضافه للتصعيد بقى حمزه علاء ورمضان مصطفى، بالاضافه لتقديم برده مجموعه مميزه جدا من ابناء النادي الاهلي لانديه الدوري المصري الممتاز، احنا كنا بنتكلم عنهم دلوقتي، يمكن من ضمنهم احمد حمدي واحمد ياسر ريان وعمار حمدي وغيرهم طبعا من اللعيبه المميزين الموجودين دلوقتي. وعمار طبعا صحيح. عمار من المفاجات الساره جدا صحيح. جدا يعني من الحاجات المضيئه والسعيده جدا لجمهور الاهلي الفتره الاخيره يعني. طيب ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على حاجتين، اولا العناصر اللي خارجه من قواعد الناشئين في النادي الاهلي، ده بيدل ان في شغل مميز جدا وفي تركيز على الجانب ده علشان يوفر لك مبالغ كبيره جدا بتدفع في الانتقالات. ومن ناحيه ثانيه ان في عين كويسه، ان عمار حمدي مش من ناشئي الاهلي، الاهلي تعاقد معاه الفتره اللي فاتت، وناس كتير انتقدت الصفقه دي، ناس كتير قالت مش اسم يليق بالنادي الاهلي ومش ده الطموح المنتظر، لكن النهارده ظهر ان انت بتشوف في حاجه مستقبليه، مش شرط دايما صفقاتك تكون مطلوب طبعا السوبر ستارز، مطلوب اللاعبين اللي يشيلوا الفرقه واللي يقودوا الفريق لبطولات، لكن مطلوب برضه الفيجن، يعني مطلوب ان انت يبقى عندك نظره ان في لاعب عنده شيء مميز، ربما مش فارض نفسه كنجم كبير دلوقتي، لكن خلال سنه او اثنين او ثلاثه يبقى من اهم اللاعبين في مصر. فدول الجانبين الايجابيين في اللي حصل الفتره اللي فاتت في النقطه دي. صحيح. من ضمن بقى الصفقات اللي حصلت في الانتقالات اللي فاتت دي للنادي الاهلي، يمكن عندنا 7 صفقات سوبر، واكيد طبعا كان عندنا لعيبه كتير نجوم موجودين في الفريق. شفت مارتين لاسارتي قدر يطور لاعب مين؟ قدر يطور مين اللاعب اللي اتطور جدا تحت قياده مارتين لاسارتي؟ هم اللي اتطوروا يمكن ما كانوش صفقات يعني. كريم ندفت تحول كبير جدا 180 درجه من لاعب بيثير الجدل دائما. صحيح. على السوشيال ميديا. صحيح. للاعب بيشيد بجمهور النادي الاهلي دائما على السوشيال ميديا. انت تعرفي قيمه اللاعب امتى؟ اكتر وقت تعرفي فيه قيمته لما يغيب. شوفي رد فعل الجمهور. صحيح. شوفي رد فعل الجمهور لما كريم ندفد توقف هيغيب عن ماتش مهم، الجمهور زعلان جدا بعد ما كان في فتره يعني من الفترات بينتقد تواجد كريم وشايف ان هو مش مناسب ربما للتشكيله الاساسيه للاهلي، بقى بيلعب اكتر من دور، بقى بيلعب ادوار، بيساند هجوميا بشكل مميز، تطور جدا في الجانب الدفاعي، بقى بيلعب في اكتر من مركز، لعيب جوكر زي احمد فتحي، محمد هاني اللي تقل جدا في مركزه والبعض بيطالب دلوقتي انه يلعب اساسي في منتخب مصر في مرحله مهمه جدا قبل كاس الامم الافريقيه، يبقى الباك اليمين
الاساسي لمنتخب مصر. هو من اكثر اللاعبين اللي تطوروا تحت قياده لاسارتي. اللاعبين اللي جم نجوم مش قليلين، نتكلم حسين الشحات، رمضان صبحي طبعا واحد من اللاعبين اللي كانوا نجوم في الفريق قبل كده في سن صغير، جيرالدو من العناصر المميزه جدا. اكيد التفاهم اللي بينهم ده شغل مدرب برضو، يعني حتى لو ما اتكلمناش على نقطه تطوير اللاعب بشكل شخصي كفرد، لكن التفاهم الواضح جدا بين لعيب جاي من انجلترا ولعيب جاي من انجولا ولعيب بيلعب في مصر، لعيبه جايه من اتموسفير مختلف تماما وجايين من بيلعبوا في اجواء مختلفه تماما. التفاهم الواضح ما بينهم وكانهم بيلعبوا من سنوات، ده طبعا يحسب للمدير الفني بشكل كبير جدا يعني. طيب خليني اسالك عن رمضان صبحي، اللاعب اللي هو الاغلى والاعلى في الانتقالات اللي فاتت دي ب 7 مليون يورو، ازاي تعاملت معاه او بسوقه بقيمه سوقيه هو 7 مليون، وحتى مبلغ الاعاره ما كانش قليل يعني. ازاي شايف ان اتعاملت معاه وسائل السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي؟ هو الطموح المطلوب من رمضان كان كبير جدا، سقف الطموح كان كبير لان رمضان اصلا كان نجم في الفريق. صحيح. يعني جيرالدو جديد على الفريق، حسين الشحات جديد على الفريق، معظم الصفقات المميزه جديده على الفريق، لكن رمضان كان واحد من نجوم الفريق وكان صغير جدا، واحد نجم الفريق وهو 17 18 صحيح. سنه، لعب في بريمير ليج حتى لو ما شاركش باستمرار، لكن مجرد تواجدك في فريق في بريمير ليج وانت 19 20 سنه ده شيء مهم ومميز جدا، فالجمهور كان مستني منه كتير. رمضان الجانب العبء اللي عليه مش بس فني لكنه نفسي كمان، منتظرين انك تقود الفريق وتبقى من العناصر الخبره اللي تقود الفريق وانت عندك. هل خروج رمضان صبحي من قائمه المنتخب الوطني الاول ده هياثر عليه سلبا؟ ما اعتقدش لان هو في فتره من الفترات ابتعد شويه عن المشاركة الاساسيه مع فريقه سواء مع ستوك او مع هادرسفيلد، فهو هو فاهم جدا ان هو جاي علشان يرجع. هو جاي مهيئ، هو قال كده، هو على تويتر نزل تويته كان صريح جدا، قال انا هرجع العب في النادي بتاعي النادي القديم عشان ده يكون بوابتي لرجوع مره ثانيه ان انا اشارك مع المنتخب الوطني الاول. هو متفاهم المرحله دي كلها على بعضها سواء مع الاهلي او مع طموحه الدولي، هي فتره الكامباك في مسيرته. فحتى لما راح مع المنتخب وبعدين الاولمبي وبعدين مع استمراره في ادائه الطيب مع النادي الاهلي وتقديمه لمباريات مميزه، فهو لسه طبعا عنده فرصه كبيره جدا 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 ان هو يكون متواجد في امم افريقيا القادمه. بالتاكيد. والنقطه المهمه جدا انه لما راح لعب في المنتخب الاولمبي راح بحماس كبير جدا. صحيح. وراح بتواضع كبير جدا. في بعض اللاعبين يعني لو استخدمنا مصطلح يعني نقول بيتقمصوا شويه في المواقف دي وربما ما يلعبش مع المنتخب الاولمبي، لكن رمضان اظهر جانب ايجابي جدا، اعتقد ان هيكون له شيء يعني في المستقبل على شخصيته، هيكون له نفع كبير جدا على شخصيته في المستقبل يعني. صحيح. نروح بقى للتشامبيونز ليج، وقبل ما نتكلم على التشامبيونز ليج واللقاء الهام النهارده مع ليفربول مع بايرن ميونخ الالماني على اليانز ارينا في المانيا، نتكلم الاول عن محمد صلاح وعن الحمله السلبيه جدا اللي كانت ضده في الايام اللي فاتت، ده طبعا بعد مؤتمر صحفي كان اتعقد في انفيلد في يمكن من يومين، انا كنت متواجده هناك، انا اللي سالته سؤال والله انا حاسه بالذنب ان انا اللي سالته السؤال. لا لا طبعا هو انا شايف ان سؤالك ما كانش هو له السبب الرئيسي في الاجابه او في الكلام اللي اتقال في اجابه محمد صلاح، يعني اجابه محمد صلاح على سؤالك ما كانش لها علاقه بالجزء الاضافي اللي قاله واللي عمل له مشكله. محمد صلاح انا شايف انه في جانبين، ربما جانب يتعلق محمد صلاح نفسه. مهما كان نجم، مهما كان سوبر ستار وفخورين بيه جدا ولاعب من اهم الثلاث اربع لاعبين في العالم السيزون اللي فات. صحيح. لكن مش عيب ان احنا نقول محمد صلاح ربما ركز شويه في التصريحات، خد بالك شويه. طب انت قول لي انت شفت ايه الغلط اللي اتقال؟ لان انا شخصيا هو ما قالش حاجه غلط، ما شفتش اي حاجه. هو مبدئيا ما قالش حاجه غلط، يعني يمكن هو كمان وهو بيتكلم وبيقول في اسئله قبل كده اتسالها، فالراجل رد وقال انا شايف نفسي من زمان ان انا حاجه كبيره جدا، وانت عشان توصل لحاجه لازم تشوف نفسك انك حاجه كبيره. حاجه كبيره جدا مش هيبقى حاجه كبيره. صحيح. جدا صحيح. لازم تكون واثق في نفسك، مؤمن بنفسك جدا عشان تقدر توصل. بس لازم تاخد بالك مش عشان انت بتتكلم غلط، علشان ردود الفعل. انت في مكان النهارده رونالدو لو مشي في مكان، لو بص العالم كله بيشوف رونالدو بص على ايه، ميسي اتكلم مع مين، ميسي وقف ليه لو هو ماشي، ده قدرك انت اتحطيت، انت بقيت ايكون. فمحمد صلاح انا من نصيحتنا له انه ياخد باله، لكن من ناحيه هو اخطا، هو لم يخطئ. ليه؟ هو قال جملتين في بعض لكن انا اعتقد انه ما كانش يقصدهم مع بعض. يعني هو قال كلاعب مصري وعربي وافريقي
وكم الآل وصلت المكانة ما حدش وصلها قبل كده. أنا أعتقد ما هو ما يقصدش الربط بين الجملتين، ربما خانوا التعبير. يعني هو ما يقصدش إن أنا وصلت المكانة ما فيش لاعب أفريقي وصلها قبل كده. بنتكلم عن لاعب مصري. هو مدرك إن جورج ويا كسب بالندور، هو مدرك إن دروجبا فازوا بالتشامبيونز ليج، يعني هو عارف ده محمد أكيد مش ساذج يعني. لكن أنا أعتقد هو الربط هو بيتكلم بتلقائية شوية. هو بيتكلم بتلقائية جدا، وأنا عايز أقول لك إن هو إنسان قد إيه متواضع، قد يعني بالزبط. أنا يعني بما إني أنا وزمايلي كنا موجودين، قد إيه هو شخص متواضع. يمكن واحنا رايحين كان في تعليمات ما حدش يروح يقول انا عايز اتصور وانا مش عارف. هو نزل لنا بنفسه وقال لنا انا يلا نتصور مع بعض، فاهم؟ واحد واحد وقف يتصور وعنده صدر رحب جدا وما عندوش اي مشكله. اظهر الجانب ده كتير صلاح. انا شايف ان احنا دايما لما نقول نغفر لفلان اخطا بغض النظر، يعني اتفقنا او اختلفنا نعتبر ان هو اخطا، لما نتكلم ان احنا هنغفر لشيما اخطاء بنقول شيما عملت ايه، بنقول احمد عمل مثلاً. ايه بنقول صلاح عمل مثلاً. ايه هل صلاح ما عملش ان احنا نتجاوز له شويه؟ هو ده اللي قاله كابتن هاني يعني رمزي، قال افتكروا محمد صلاح عمل ايه، نعديها بالبلدي. يعني ايه المشكله محمد صلاح وهي اصلا كمان مش موضوع ويتعدى، هو الراجل بيتكلم بمنتهى التلقائيه. تلقائي بالظبط. يعني هو الناس انا ممكن اتكلم معاك انت تفهمني غلط، بس هو برضو متفهمنيش قوي صح، بس هو برضو عشان الناس برضو تبقى النقطه دي. هو ده حب من الناس، يعني انا شايف ان هو فكره الناس تقفلك على الوحده، الناس حاسه ان هم شركائك. يعني برضو عشان برضو مش عايزين نقص على محمد صلاح ومش عايزين نقص على الجماهير، الناس شايفين ان هم شركاء صلاح. احنا في اي استفتاء ولا حاجه على السوشيال الناس بره كانت بتصرخ من دعم الجماهيري ان محمد طبعاً. صلاح لو لدرجه ان عملوا في مره حاجات افيهات طريفه، رونالدو بيهزر بيقول انا اطول من صلاح، عملوا استفتاء محمد صلاح اطول من رونالدو. يعني الناس بتحب صلاح، الناس حاسين هم شركاء. وجائزة بوشكاش كانت بتصويت جماهيري وهدف صلاح ربما لم يكن اجمل من هدف رونالدو او جاريث بيل، وخد الجائزه بتصويت الجمهور. فهو الجمهور انا شايف ان هم ده حب لصلاح، حاسين ان شركائه، حاسين حقنا عليك ان احنا نعاتبك، حقنا عليك ان احنا. انا شايف الموضوع خد اكبر من حجمه من الطرفين. لا صلاح غلط، ورد الفعل الجمهور كان اجريسيف شويه، لكن برضو يعني هياخد وقته وهيعدي. في النهايه صلاح نجم كبير جدا ومشرفنا، والنهارده الناس منتظره ليفربول كانه وزمالك. يعني وانا مسافره رايحه من لندن لليفربول بالقطر، الناس اللي هناك اللي رايحين يشجعوا ليفربول بيسالوني انت رايحه تعملي ايه، فاقول لهم رايحه اشجع صلاح في الماتش وهشوفه بعد بكره. الراجل بيقول لي طب اشيلك انت نفسك، اشيلك الشنطه، صحيح. اشتغلك بودي جارد. انت مش متخيل قد ايه الناس بتحبه هناك. لو عملنا استفتاء في السوشيال ميديا في العالم، ايه اشهر حاجات الناس تعرفها عن مصر؟ مصر بتاريخها ب 7000 سنه، بحضارتها، بشعبها، كل القيم العظيمه دي، لكن الناس هتقول محمد صلاح. طبعا في انجلترا وفي اوروبا وفي اسيا وفي افريقيا هيقولوا محمد صلاح من اهم الحاجات اللي نعرفها عن مصر ومن انجح الاشخاص اللي نعرفهم في مصر. فانا شايف انه لا طبعا، يعني محمد صلاح قدم ما يخلينا ما نقفلوش على الوحده. صحيح. يعني يمكن كان محمد صلاح يستاهل مننا او يستحق مننا شويه دعم معنوي اكتر من كده قبل اللقاء الهام النهارده قصاد بايرن ميونخ. ان شاء الله النهارده اللي هيحصل النهارده ينسينا كل حاجه. صحيح. ويفكرنا بس ان محمد صلاح من احسن لاعبي العالم ان شاء الله. تتوقع ايه بقى للقاء النهارده؟ اللقاء النهارده طبعا وارد فيه كل شيء، صعب جدا على الفريقين. صحيح. صعب جدا، لكن هو على الينز ارينا. بالظبط، لكن نتيجه 0-0 هي من النتائج الخادعه شويه في كره القدم. يعني الفريق اللي بيحقق 0-0 بره ارضه البعض بيعتبر انها نتيجه ايجابيه، لكنها سلاح ذو حدين. لان لو ليفربول سجل هدف يبقى بايرن محتاج يسجل هدفين، لو ليفربول سجل اثنين بايرن محتاج يسجل ثلاثه. كمان المباريات اللي زي دي بيحبها ليفربول وبيحبها كلوب، لان ليفربول مصدر قوته الرئيسيه هو التحول الهجومي السريع جدا. صلاح وماني وفيرمينو الثلاثي الهجومي في المرتدات وفي التحول من الدفاع للهجوم، وده متوقع طبعا ان بايرن يحاول يضغط النهارده. فاعتقد دي من المباريات اللي بيحبها ليفربول وبيحبها كلوب وبيحبها صلاح وماني. فانا اعتقد ان ليفربول عنده فرص مش قليله ان هو يتاهل النهارده. يعني صحيح. استاذ احمد فاروق نورتنا النهارده في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. شكرا ليك يا شيماء، سعدت بالتواجد معك، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله قريب جدا على شاشه قناه النادي الاهلي في كلام في الميديا. يمكن لسه عندنا شويه لخبطه في المواعيد، لكن ان شاء الله يكون معاكم زميلي أمير هشام في حلقة جديدة من كلام في الميديا الساعة 5 مساء. اشوفكم على خير.